لاحظ هون سبينوي بون جسم ذا بادي الجريتر وينجز والليزر وينجز تمام وايت ريجويد بروسيس نفس الصورة بس بالألوان تكون أوضح بين عنا الجسم الجريتر وينجز والليزر وينجز واللاترال بليت والميديال بليت. هلا عنا المعلم التشريحي المهم الذي يشاهد على سطح جريتر وينجز في الجزء الأمامي منه هو الفورامين أوفر أو الثقبة البلدية يمر خلالها المانديبولار نيرف والليزر بروتسيل ويوجد أيضا ثقبة أخرى هي سبينسوم فيرمون على الحواف الخلفية الجانبية للجريتر وينجز ليمر خلالها الشريان السحائي الأوسط الميدل منيجن أريتري. هل عندنا النصف الخلفي من الجزء المتوسط من قاعة الجمجمة؟ الجزء الخلفي من الجزء المتوسط من قاعة الجمجمة يكونه الأوكسيبيتال بون وعظم تيمبورال بون. الأوكسيبيتال بون أو بدقة أكثر الجزء القاعدي من الأوكسيبيتال بون يتوضع في midline of skull يعني في الخط الناصف للجمجمة أو منتصف الجسم بالكامل مباشرة خلف جسم عظم سفينويد يمتد إلى الخلف حتى الفورمن ماجنوم أو الثقبة العظمى متصلا جانبيا بعظم تمبرال من الجهتين متصل جانبيا بعظمي تمبرال من الجهتين التمبرال بون مباشرة إلى جانب الجزء القاعدي من عظم أوكسيبيتال يوجد بيتروس بارت وهو جزء من بيتروس ماستويد بارت وهو جزء من تمبرال بون البيتروس بارت بالتحديد هو ذو شكل سفينة في مظهره بقمة تتجه إلى الداخل والأمام هذا البيتروس بارت يتوضع بين الجريتر وينجز من عظم السفينويد في الأمام والجزء القاعدي من عظم الأوكسيبيتال في الخلف هذه القمة أو الذروة تشكل حدود اللاسيروم فورم واللاسيروم فورم هي ثقبة غير منتظمة تملأ بغضروف مثل ما ملاحظين هون عندنا الفورمال ماجنوم